تغطي مياه الأمطار جزءا كبيرا من أحياء الدائرة العاشرة بالعاصمة أنجمينا، حيث تبسط الأزمة زراعيها هناك أيضا، وخصوصا في حارة غوزتور التي يوجد بها مستشفى غوزتور، حيث يغطي هذا المستشفى احتياجات المرضى بهذا الحي والأحياء المجاورة له كحارة جبل لوري وفندوري وجوجي حمر الغوز وجوجي شرفة، بالإضافة إلى حارة متابونو. مستشفى غوزتور كان سابقا قبل فصل الخريف يستقبل المرضى ليس من الحارات القريبة وحسب، وإنما من كل حدب وصوب. أما الآن ومع هطول الأمطار بقزارة، فقد أصبح المستشفى عبارة عن جزيرة تغطيها المياه من كل الجوانب. ساحة المستشفى والعنابر التي كان يتواجد بها المرضى أصبحت خالية على عروشها، يسودها السكون التام. والمرضى في هذه الحارات يعانون من صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية. أما النساء فلهن النصيب الأكبر في هذه المعاناة، وخصوصا في الحالات الطارئة مثل حالات الولادة. حجم المعاناة التي يعيشها سكان الدوائر العشرة بالعاصمة أنجمينا في موسم الخريف لهذا العام يفوق الاستيعاب، ويدعو إلى تضافر الجهود بين الحكومة والشركاء والمنظمات الغير حكومية للحد من آثار هذه الكارثة الطبيعية.